تعالى بإذكره لا إله معبود حق لو عابد متشره إلا الله ألم ويانه مخلصين أنه الله سبحانه وتعالى أصافيين له إصدى الدين دينك أصافيين الدين دينك أصافيين لتوحيدك والغفة ري ولو كره أي وإن كره هوى النعو فعلك عين كاسة هي اعتقادك يقولك عين كاسة الكافرون قاربوا هبا النعام با يعني هم قاربوا هن عان أنه مخلصين دين تير إلهي أعه وقال إدمى إلهي سبحانه وتعالى عابدين وهو عابدية قاربوا هبا النعام إلهي وأن عابدين إلى دينك يا دين تيسنا إلهي وأخلصنا سبحانه وتعالى حديث كوحى صوصاري الإمام مسلم عليه رحمة الله وأن حديث صحيح أويان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 حديث كان تسبيح دي ورنيا أو هريرة ورنيا رضي الله تعالى عنه سبحان الله إلهي باح مكوفا وسبحان الله سبحان الله إلهي باح مكوفا أما أسبح الله ألا نهفيا ونزهيا تسبيحا هفيد والحمد مهدنا لله إلهي باستله والله أكبر ألا أياوين 33 صدح يا صدن شير أي قفك أرانا يا مديبا في سجين تتريع سيبرك وامحي وسغالي يا سغاشا 99 لا إله إلا الله إله حق لو عابد متشر ألا موياني وحد وحال كليجية لا شريك له ألا وحل وذا متشر وعيسك قار لي له الملك ألا يسغى ملكك إسكاله وحوال بهنا شدو ألا يسغى إسكاله وله الحمد مهد ألا يسغى إسكاله وهو ألا على كل شيء شيلة أركدمانتي قدير أي قادر أحد أو يدوي ألا سبحانه وتعالى هذا التسبيح ذا يتحميد نبي صبنا كسوغا عليه الصلاة والسلام وحديث كان آخر كي ستمي قف كي فتلك 99 وتمام 100 لا إله إلا الله فاسوا سغالي سغاشا بقولك لما يستركي سنة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير سبع أوقات أي رسول كنا عليه الصلاة والسلام وحاكسوا عن تسبيح ذا وخنشري صلوات كدبض وذا لح قاب بأقب سنتا أما لح النوع بأهيد نوع كوات وتني منك أين هاي النوع صدح يا صدن شير سبحان الله صدح يا صدن شير الحمد لله صدح يا صدن شير الله أكبر سغال يا سغاش ويمرك بغلق قد منا لكلمة توحيد كابا لقوبو حنيا نوع الله بعد النبي كسوغا عليه الصلاة والسلام وإلى هاي سبحان الله وصدح يا صدن شيرة الحمد لله وصدح يا صدن شيرة يا الله أكبر وأفر يا صدن شيرة رغم حيث النغطة بقول بس نوت سمة كاد كاهرة يعني شغنا هذا وكصحيح آه إمام مسلم وريئيو كان دندنا إمام مسلم بلفي سوينا إياه نوع صدح حد باتشرو إمام البخاري وصوصة عريو يا مسلم لبالو جدا ورسولك عليه الصلاة والسلام إني أورنجر سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنت سكوقفتو صدح يا صدن شير إني أورنجري مركا هل فر مركو ساؤ الله بابا سبحان الله والحمد لله الله أكبر بورانية مركا تيه رأي تنبا اسكو ملتك يا سماه صدح يا صدن شير هدي مركا مدولة يا سهل فر الله بابا وحاسوب حيث مركا إنو مدولة انتكا خيي صدح يا سماه هدي يسجنتو دي مركا اللي يسجي انت مدولة بلسوها والقادنة محين غنسة سقال يا صدن لكن فرها الله بيد روائمسة يا صدن يهدح ويسمى نوع أفراد النبي كسوا عليه الصلاة والسلام وإن أرنشر يتبنشر سبحان الله يتبنشر الحمد لله يتبنشر الله أكبر كان بخاري بصوصاري نوع شناد ونبي أرنشر وحاكم ده سبحان الله أكوب يتبنشر يا الحمد لله أكوب يتبنشر الله أكبر أكوب يتبنشر نوع لحاد كاد بر مسلم صوصاري نوع اللحاد أدن بي إمام النساء صوصاري رسولك عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيوه في أورنشري شني ألا باتنشر بورنشري سلا وفل لك بغنها دو حويان هدي اللحظة قيب ودنبي ويكسر أنت عليه الصلاة والسلام وحاقوا ناكسا إن وقفوا أذكارها نبي يكسر أروري هدى مد واخريو سيا يقصوا رقا شمحي إن وقود رقم سنه نبي ونسى ومها عليه الصلاة والسلام سيدا صار في عنقف منه يا رب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وحاورنا يا حديث وعدينا يا
قابك رسولك صلى الله عليه وسلم تسبيح ذا وقور دين شري قابك النبي وما تصبح بأديك سنشري تصبح يؤديك سنشري النبي عليه الصلاة والسلام مثل نبي وفريه سكوتي رنشري قعان تمليك إيا بيرح مثل قعان اللوالة قعمر ندبو كوتي رنشري وقولك الصحة وحويان نبي عليه الصلاة والسلام تصبح ولقي نلشي سكما وردين وامرك اللوالة اللوالة قعمرنا نبي كما وردين شرين وامرك صدحاذا نبي عليه الصلاة والسلام قعان تبليك أوكاليا مديك أوكاليا قعان تمليك أوكاليا أي نبي وردين شري صلوات الله وسلامه عليه سباة وقد عبد الله بن عمر وحوليه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه وعن أرك رسولك يسوى بعنتي سملك تسبيح ذا كل عضيه وفي رواية يعقد التسبيح بيمينه بعنتي سملك يسوى تسبيح يسوى كل عضيه وكو الدين أيام أركبه لحديثك مسا يترمي أبو داود أي صوص عريان بقى مرك حديثك أسوح عدانا سفضي تسبيح رسولك النصوبنا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وحديثك عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وطولها رسولك إلهي ووحي أمري إنا نخريه لبدا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس كيه إنا قوى أخريه يا رسولك يا أمري الصلاة والبمركة أنتو كذا دلاليك. بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتر هذا هو الله هو إسهو الله ألوي أحد وميت كليه وحاتر هذا ألي وأحد كليه سبحانه وتعالى الله ألي السمد وألها حوائجتا يدنها مخلوقا لولا قصده لم يلد ألي وحبا مدالين هذا قالوا كوها وشي إلهي وحبو دالي ولم يولد ألي لمن دالين سبحانه وتعالى هذا واحد تسميسها من أنك يهود أمك رسولك أوي ما دلي لهدين صف لنا ربك هدك هذا النوت المان أي ألا شوات أسود الشيء سبحانه وتعالى تامعني ذو حوية وحاشرة صفات يتلمامه بشر كبني آدم كأه بحديث كمال كأه لكن إلهي أكتر نقصان كأه سبحانه وتعالى مثال ذلك تناقمت أه الله سبحانه وتعالى أكتر وحبور دلئي والد دلئين ليلة محاي قطرة تادي لغو تلمامه والنقصان صوماها لكن بشر كبني آدم كأه عرور بو دلي يوالا دلي ونقصانا مسوى كمال وكمال سوما ومتك عن قوة كلاهين بابشر كبني آدم كأه أكتو ضمحوكي هاي حيوان ناقص أصماها صفاهان ناقصا لكن تامعني ذو حويان صفاول إبا أو بشر كبني آدم كأه كهبون أو أمانو أه إن هذا إلهي كشي كريم سبحانه وتعالى هذا هو عينك ولم يكن معها كفوا عدو ديغانتا له ألا أحد أحد ديك ما مأوتشره سوى الفضو مالك مخل الأغراني. بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتر هذا أعود وحن مغان وهي مغان قليا برب الفلق ربي وهذا دلاعية وهذا إنما إنتو كسو دلاعية ما لنسو دلاعية من شر ما شيء شركي بان كمغان قليا خلق أبوري إنسي يتني حيوان با ومن شر ما ومن شر غاسق هذينك يمقدق يمدل وشركي سان كمغان قليا إله وقب مرك وهبينك دموه بمعنى وقب وحلوغ جيدا مرك وهبينك هذا الإدماء مقدق سؤوسوك وشوي وده وده عنيمه ومن شر النفاثات كوة وحأفوفة شرك وده الإله كم ينجليا في العقد بنتمها أفوفة انتهي بنتمها حيران بنتمها نأفوفة تقفل ساحرين تا إله كوة شرك وده من كم ينجليا ومن شر حاسد من حاسد شرك من إله كم ينجليا إذا قرت حسد أو حاسد أيه حسد نمر وعذر أدحن وندأب اليهود والنصارى وعذر أدحن ومشافعي عليه رحمة الله وحيد هذا علاد والبوء غفك بشر كابني آدم كمسلم كذا نحمر إذا نحمر تولى ذلك هشين كرايو بحل ذلك قاري كراحل لكن علاد غفك وقوقا وحسد وكحاسد يدوم لها سلاو قد واحد ديوان كيس أوليه كل العداوة قد يرجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي أفك حسد نمك وعلادية علادي سوينة بما تأوم وكذا بكسن كراه لكن انت عدنا وشاء ما تشرته أحاديث الله في موحي تلمانتي مرك غارق مرك السال لا حسد إلا في اثنتين يعني وحك تعطي مرك حسد كعادي يا اللمي الهدي وحالوتش دا وح لا يسكوك كنته ولا يسكوك شعلاده وهذا الإيد من وقف 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 يسكوه ويستقوه وشعلاده نسمه له ما تشيران لوشي مويار واتو النبي وليه صلوات الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم قل وحات راعود وحن مغنقل يا برب الناس ربك دتك ملك الناس بقر كدتك إله الناس إله دتك أيان مغنقل يا من شر الوسواس متك وسواس كبدا شركيسة أيان إلهي كم مغنقل يا سبحانه وتعالى الخناس إعداء الإبن وسواس كبدا خناس بمعنى بسدة بدا وسواس ويان خناسة بمعنى نغشرة بدا مرضى انتو كوسواس يقوسا نخوني هدنوه والشيطان كي اه الذي كاسو يوسوس وسواسنا في صدور الناس ذاتك الله بهوذا وان عبادك اخين كريم وان سلاتك كريم من الجنة وچنكو كميديا يو الناس ذاتك با بعد كل صلاة تلاد والبدبني دا ايو اذكارتا قرانا يا يو واخنا يا بعد كل صلاة صلاة والبدبني دا اسكا ابو داود دوريي النسائي وانا حديث صحيح اه صدح يا سوالات وقفك معودتات معودات بالسكود هذا وقفك واخرنا يا سلادها دمدو دمرك أوتكالوية الله لا إله إلا هو الحي القيوم أذكارت يدر وحا وريي أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله ابن عجلان رضي الله عنه إنك صحابي مشهور كويان ورسولك صلى الله عليه وسلم وحا ويري قفك آية كرسي ذا أخرية سلادة مركو تكذفرتك دمديدا ان جلدا انو غرو وديدي مايو ان دينتم وياني بمعنى هادو دينتو جنو غنتي سيله ما قران جنو اه marka ayadani waxa la yiraahdaa wa a'zamu ayatin fi kitabillah ilahi kitabkiisa ayada ugu weyn waa ayatul kursi a'zamu suratin fi kitabillah wa ma hay surat ايش suratul fatiha suratul fatiha wa surat quraanka ugu weyn ayad hadii xaqeeda laga hadlana ayada quraanka ugu weyn وآية الكرسي وقال رسولك منك صحابك إما قعيس الله إذا أبا المنذر كن يديس أبا المنذر وي بن قعب أيها نبي قحيد عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم أبا المنذر كتابك إلهي آيات أبوه نواته وقال وي بن قعب وحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال وحيد مركة وي بن قعب رسولك صلى الله عليه وسلم انتو آد يقبغي سريان وجواب سواشي علمي لاحي ايو انتو قعنتي سوقاري ايو لا تصدع ايك دفتي مركاس وحور اللي يهنك العلم علمي الهي كسيي هكو بغاديو هكو همبليو علمي قاس بغاديني همبليو هكو نقض علمي قاس مركاس نبي وحور صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش وحديث لياب له على ذلك انت ان بضعنا حديث كاية المقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الآية آيادني وحيليه اللسانا عرب بيليه وشفتين اللباب شمودنا ويليه تقدس الملك الله بقر كأه ايه وحي كبهرتا عند ساق العرش عرشك حب مرأ يؤدي مدى وكتابيه ايه دي على ابن ما ينتيتكتو خلقاس الهي كبهرتا سبحانه وتعالى مركز على ربنا آيات وغيرها سوى أخرية هي بالبقى سوى أخرية أما هي بلاي آيات سوى أخرية مركز آيات وآيات آيات عروس وآيات فنطلقي ومضنوية إلى هير أي قادي ولماذا قار كود سبن عثيمين أو كلام إنه رسالة بكشرحيين كل جيد وشرح آية الكرسي وبحيي أو كشرحيين إلى سديد يلواتن صفو يليح مقع وإلهي أولي هاي أي آيات كتشرة الله أي هو ألي الله ألي ويهي لا إله لا حق لو عبد متو إلا هو يسجد مويانه الحي الله وأحد نال القيوم وعلى نفتي سيغير كيبو تاغن لا تأخذه الله مقبته سنة للا ولا نوم يهردو له الله كلي وحليه وأن عدلالهين ما في السماوات سماوات كجده روحة كتشرة يوم ما في الأرض ألا جده روحة كتشرة من واكم ذاك الذي كاسو يشفع إرجينيا عنده اللاتي أما اسكوك أبوه من واكما ذا الذي متك وشفاو شفاعي إرقا قاضي عنده اللاتي إلا بإذنه ألا إذنك يسمويان يعلم ألا وحوريه ما بين أيديهم ذاتك هرتو ذا وحي أخ معنى وحي تغي ذاتك ديال إذن ما أيو أيدك هرتو ذا بأبو ألا أغيه سبحانه وتعالى أما وحاك هر يسوصع ذا أي أغيه إيو ما خلفهم وحاك ذن بهي وحالا به كرا وحي صدع فين اما وحي خصوص عينتا وحالا به كرا ولا يحيطون ذاتك كوبي كريمايان بشيء وحكمدا من علمه اللي علمه يسا شيء كمدا ذاتك ما كوبي كانوا موغان كران
إلا بما شاء الله وحده أذال كيسة فكين أغيسي مويان وسع وحا واسع نغري كرسيه الله كرسي كيسة السماوات سماواتك تضبضع إيا والأرض أرلالبا وحا واسع نغري كرسي إلهي وهدي تضبضع سماوات إيا تضبضع من السوق وإلهي كرسي كيسة سيدا الله دحلقه وحي نقون أيام النبي عليه الصلاة والسلام من بنان وقران ير سال الله ديجي بركة بنان إقارة عدلبا قران ير سال الله ديجي بلك إمتان مسبل إقبوك فددا سوحا دير ماها إنت بناني سمو سمو وين وبدنا كاسي لم يتولى رسولك عليه الصلاة والسلام كرسي المرك إلهي يقال لك فريستا يسأل له اسكت هذا يسأل له وكتشق الله استا حداد ميت كم إذا إنت كشفت وقالوا بيسه إلهي بعد رمي سبحانه وتعالى هذا وحا لغارة بنا فما يسوه إلهي إنه كرسي ليه سبحانه وتعالى هو شاكل مجل كتد إلهي سبحانه وتعالى إنه كرسي ليه كي يفرمين إسا كرسي يسونا سماوات قي أرلغا وكبر وينيهي ولا يؤوده أي ولا يثقله ألا معص ليه حفظهما سماوات كان أبرتان إنتي ليهيهين إيا أرلغتان إنتي اللي يبتعبرتي إلهي معص ليه سبحانه وتعالى إلهي إنتو دا يكوارقب كورا وحو ليس إلهي كمهي سبحانه وتعالى وهو ألا العلي وأحد سرية وعدك سريسة آني تشرين العظيم وأحد وين وعدك وين آني تشرين أيضا وحي شرط إلى وحي كتر شن أما لح مقع بها كتر مقع كواد والله مقع اللبادنا والحي مقع سدحادنا والقيوم مقع أفرادنا والعلي مقع شنادنا وإيش العظيم ويان مقع أيضا أيضا سهلا ماها شرح إذا إيوها ثانين ترغف كربا لأنه يدوقو تريدونا إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حديث كان سنوحة وريي وحديث صحيحة إمام الترمذي يا أحمد يا وريي وحديث صحيحة من حديث أبو ذر رضي الله تعالى عمد جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه لا إله إلا حق لقعب دمتشره إلا الله ألم ويانه وحده حال كليقيه لا شريك له ألا وحلو ذا دمتشره إله نمديس يا عبادة ديسة خب نمديس يا مام الكيسة مدع يديس يا صفات كيس له ألا كليقي وحوليه وعيد الآن غالهين الملك ملكك إيه شو البهن شدي إساق اسكالب وله ألا كليقي وحوليه الحمد أمان أردن ما هذا ودنب ألا لي يحيي ألا واحدك وحنوليه ويميت وأحدك وحد له وهو ألا على كل شيء شو البكرك قدير أي قادر أحد أو روي 10 مرات تلنشر أي أذكار تقفك وأخنا يا بعد الصلاة المغربي صلاة المغرب كذب يو الصبح أي وبعد الصلاة الصبح صلاة الصبح دبديدة يقفك وأخنا يا دعاء يضع وأنا حديث يا صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولي حديث كم إذا ملها وحيلها كيني نقول عليه الصلاة والسلام من قال في دبر صلاة الصبح قفك صلاة الصبح دبدي ذا ذكارتها أخرية وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم يسألوه لبدا اللغوضنا صلى الله عليه وسلم انتآن هذلين 10 مرات تضنشر كتب له 10 حسنات طبان حسنات دا اللغوضية ومحي عنه 10 سيئات طبان شيء قفنا ولا قفليا ورفع له 10 درجات طبان درجاتنا إلهي كرب وقاضية وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه مالن كيسا أردن إلهي سبحانه وتعالى حقيسا إلى الله أيوك جسو غير لغا إلى لنا أيوه وحل وحي أودب سنة مكروعة وحرس من الشيطان شيطان كان هو لغا إلى لنا ولم ينبغي للذنب أن يدركه في ذلك اليوم يعني وحويا مالن تاسا واحد ذنب يأينه طلبوه راديو وما بهبونا إلا الشرك بالله تعالى يعني وحويا يعني واحد ذنب يأينه مالن تاسا قف قاسي وحيوليا أو دباتي نقصانو قيثانيا متشيرو شركي علينا أصلا يمويان سبحانه وتعالى ومعلين تاس قدعيا نقول دعاء مهم وعقفك نواخي لبهي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وحاشرتها لك نادا ميدو شيخ وكتكي أو إذن وحاشرتها الدارة كاملة ورسولك عليه الصلاة والسلام وتلمامي صلاة صباح دبديدة يا صلاة مخرب دبديدة قفك تونشر نبي قصل ليا وصلاة مخر مره تكذو تونشر نبي قصل ليا عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح دبدي لنا أذكارت مركو دم يستو
فوانشر نبي قصر لي عليه الصلاة والسلام إلهي جنادة قريب وغد حساب نبي قريب صلوات الله والسلام عليه وقد ده هدي هبه والباء يأرور والباء دار فوخة جنادة إلهي كاقت ياغو وحلك هلي كرمها سماه هدي حلالي كرمها شيء قالئة والبيشي محين نغنسى حساب لحدا دارو بنغنسى سماه هدي لحدا دارو بنغنسى بيشي وكليئة مركا وحاد مهيم وأويا دعاء يعني كحير مركا اللهم إنا أسألك علما نافعا حديث قال مسلمة رضي الله تعالى عنها ورسولك دعاء نوحو أخين شري بعد صلاة الصبح وكلية بواخين شري اللهم ألو إني أسألك عن وحن كويدي سنيا علما علميا قوم بان كويدي سنيا نافعا واحتره وعلم النافع واك وعلم الإله رضيهيسا يدوانشها إله يخير كوه قامية حماها إيو معاسدنا إسكاكا أفقفتا كفا علمي نافعة لكن هذا وحي قانا يو أقوانا أولا هذا وحببك علمي حركة قوس آتا علمي لاغو نافع ماها سيدا أوقات با نبي وحكودها يسنشري اللهم علمني ما ينفعني إلهي وحي وحي ترى وأقوانا علمي إلهو إبر ونبي ونساء الله سلام عليه وهذه الواحة دمية كتب حنباسن بات هذه وحي إلهي انتو وحكو كتسي ووحكو بري هذه وحي أدنا كتسي ويدي نعف ماليه وحاتي لانبقى بحافين اسكبح اياه اسمنا اسقوب اياه اياته ورزقا رزق بالإله كويدي سنيا رزقا سو طيبا وناسا رزق الله وقف بقى سمايوه يهال متكن لعناء عناد عادقة عبية عبتان يوحى الله دقاء يوحى الله حده رزق باكالا إلى هذا نوعك لا جروه رزقه ورزق عامك رزق خاصة له رزق خاص كان وحويا الإيمان والعمل الصالح إلهي نكوى رزاقه الإيمان والعمل الصالح إلهي إيمان وقلبي وقليه عمل صالح إلى أوفه كوجليه حمنا هذا الله كوسار وعمل فشو أذل إلى هذا بدو قرأ إلى هاي السياج ورسل والأنبياء وإمة الهدى والدين بالله سيا سبحانه وتعالى وعمل عمل بن إله كويدي است متقبلا لا أقبله عمل لا أقبلا إله كويدي استي وإن كانوا حن كامل قال يا حوي عكس جده عمل إنت بمعنى أسمى يا دقاق بل ويدو أجر لجسيم ويو بعد السلام سلام تكذب أرنايا من صلاة الفجر صلاة الصبح مركو كسر عمان نقصره ابن ماجه ايو حديث كا ايو وري غير كبا وانا حديث اي درجوز صحيح طح. دعاء الاستخارة دعاء صلاة الاستخارة صلاة دي اله خير كاللقوة دي سنة يدعى دي ويا دعاء تن وفق وحي امور ادليك سابسا وكليا اي مشروع اطهاي ان اله اللقوة دي استخير كا كتشرة لكن وحي امور اخرك سابسا اي واجبات اه يضم معها مثلا هذا إلهي هنا ترى هذا غفر منك كرا وسلادتك بواهو استخارة سنة سلادة أن تكري إنكار برغة مزعونية وكذلك صومك وكذلك زكري وكذلك حجك وحي أعمال وإلهي اللي قد واني صالحا إيا وحي أمور تآخرك صابسا وروا بمن دون تاعي إلهي كي يعو عبادي سو بل إنا بمن دون إيا إنكار واستخارة سنة إنا تشنق لدوني إنكار واستخارة سنة نارنا نقل دوني إنكار واستخارة سنة وركات الزحمة لكن استخارة من حي خاص كتاي أمور الدنيا أمورها أدونك سيدة هدية السفر نتقشو يصعد أدوني سيد وصعد تقصو قشو سيدة هدية تقرستو أدوني سيد سيدة هدية تقري أما قاري أما تشغو إنا ديفتو أدوني سيد سيدة إنا هدية محوها دار ديفتو أدوني سيد سيدة هدية أدوني سيد ميلا الدقنايد ومدالا إنا تقرتو ومدالا كالأوريكتو سيدة هدية أدوني سيد إنا نعيش فراك لنقطيد وحكدر ستيد وما إلى ذلك وحاصل لنبا سوقرية إما قد دعا استخارة وعينك قال جابر جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عنهما وحاويري أبي سوى وصحابة هايرو أبينا وكمدا من شهداء أحد كان رسول الله رسولك اللوحوا صلى الله عليه وسلم يعلمنا من نبرة الاستخارة استخارة أي النبري شري إن المارك إلهي أرمها إنه قبصنا إنه خير كذا ويديسنه أي نبري شري في الأمور كلها أرمها أردن بمعنى كل هاي أمور الدنيا بلوش لحد وكل هذا كفهم تآخر نسوقلس كما يعلمنا سرع نبر الصورة من القرآن صورة القرآن كاملة يقول نبي حولان شري إذا قرتي هم أو دمعه أو كهمي أحدكم قفكين بالأمر أهم أو أتلا قدرته أما سعد دونه أما إنو قرسل دونه أما إنه قرد استوره يوحي لمدة فليركع أي فليصلي هتكذو فكعتين لبرك عبوث هتكذو وهذا فليركع ذاسي
وحال إذا وتعبير الجزء وإرادة الكل هذا وعى لعبيري قيب صلاة دي كاملة أو الركوع دي أسوما لكن محال لو تشيدا صلاة دي بل لو تشيدا معنى هذا ماها لبر تشيها الركوع أو تشيها الركوع معنه ماها فليركعي فليسلي هتكذو فكعتين لبرك عضوط من غير الفريضة وأن فرض أهين لبرك وأن فرض أهين قفك هتكذو ودو حوية ركعات كسنها أي اللوجي دوي ثم دبيتنا ليقول هاي راهو مركو تكذا كذب هاي راهو مريحو أرانيا هدى الله إدما أيو بعد الصلاة ميو أرانيا مسيحو أرانيا هدى الله إدما أيو في آخر الصلاة صلاة الدبادي ده كوي لولا والا شغال لكن وحاد مودا لولا دوقفو كوسا ما يحباس إنا ملحين بعد مودا واللهم ألو إني أنيو أستخيرك وحان خير كيسك ويدي سنيا بعلمك أغالك هذا أدوكتها وحوالبا ألو أنيو وحان خير كيسك ويدي سنيا يعني أغالك هذا بمعنى إنا إيه دورته وحا إيها بون أنيقا أهرين كان أن مانت دوني إنا انقفصده أو انقصده أهرين كان إله يوم هذه أقونتا دي أغالك هذا وحوالبا كوبي أهرين كان إميتك أيدنك إيه جيرت تلبي إذا إوافتش يو كآخر كيسان كوي دي سنيا أغالك أكتن وأستقدرك ألو إنا دي كرسيسو بمعنى أن تقدرني وأن تقدرني إنا دي قدرته أيان كوي دي سنيا بقدرتك الله سبحانه وتعالى أود هذا إنا دي قدرته أرن كان إنا نقلاء دوني أرن كان ما أكتن بنكيس خير كله إنا دي الله دي كرسيسو إي قدرته أيان كوي دي سنيا وأسألك وحان كوي دي سنيا من فضلك بإقدار العظيم إيه وين بنكوي دي سنية فإنك أديه الله تقدر أحد وحكر آياته ولا أقدر أن وحب مكاركره أديه الله وحو البوال أودا وتعلم الله أحد وحو البعقباته ولا أعلم أن وحب مؤدي وأنت أديه الله علام الغيوب وحمقا إنك قرصون غيبك أحد كي أعلمك بدناباته اللهم الله إن كنت تعلم الله هديعته أحد أك أن هذا الأمر أرنك كان ويسمي ومدعابي حاجته دنتيسة خير لي إن إيفي عنته في ديني دين تيدا ومعاشي نروشيدا وعاقبة أمري عاقبة أمري أرنك إيقا عرب دنبيت كيسا ومسا قال وطورايا عاجله أرنك إيقا كيسا دقدقيا يو عاجله كيسا دبدعيا فاقدره لي الله إي قدر ويسره لي الله إي دبيارو إي سهل ثم دبيتنا بارك لي فيه الله إي بركه وإن كنت تعلم الله ذات أحدك أن هذا الأمر أرنك كان شر لي إنه شرعي في ديني دين تيدا ومعاشي نلو شيدا وعاقبة أمري علب تيدا دنبي أو قال أما وحورا عاجله كيسا دقدقيا بمعنى وحي مركب أن كهليه أما وعاجله إنسا تبقى عيوش مرد بأن كهري دوره هي خير يقول الله كأي قدر فاصرفه عني الله يقدو وحا شيقا إساقا إله يقدو يقول ليحي واصرفني عنه إساقنا واصرفني فاصرفه عني الله حقا يقدو شيقا واصرفني عنه أن حقي سيقدو واقدر لي الخير إله خيرك إيقدر حيث كان هلك وياله هلك خيرك تشير إله إيقدره هلك إله إيادي ثم دبيتنا خير كمر كان هراء أرضني به إله يقول لي قري وأظن كرة للنقضة وأن مارة سلك على هين والله بلك عميرنا ومن لأن كحسين وأن قناع على هين إله هاي قد يقول ربي يو إما يشهد يقدرت إله وكاي وافج وأن حديث صحيح ويا أذكار الصباح والمساء علم هذا أساس أوجد وحي إليهم قفوها دي ودعاء أخر عام يحوان كتير وما ند وما ندم ما شاء الله يوم قوم موضه من استخار الخالق الله خالق غفك خير ويديستار وقلايه وشاور لتشرى المخلوقين مخلوقين لتشرى المؤمنين مؤمنين وتثبت كسق ناره في أمر أهن كيسا إلا لابلكعي وسواسك شكيك إسكدايا فقد قال سبحانه ألا وحا أويري سوى رسولك أفقب سنيا وشاورهم لتشرى في الأمر أهرنك كلاتش إذنت فإذا عزمت مرك أب قصت ترى فتوكلت رساره على الله إله سبحانه وتعالى أقول دقاقه شكك إيه وسواسك
iskadaba allahi subhanahu wa ta'ala marka qofki tashada maqoomoodo mashallaayo shallaayta iyo qobamo waswaaska ilaahay wixii wala midka ah dhakaru sabah wal masa ee hada kan ibaawun hubaabiya fi bayan adkar sabah wal masa adkarta subax la akhriyo iyo adkarta galabti la akhriyo الحمد لله وحده والحمد مهد الله إلهي بإسكاله وحده وحاله كنقيه وصلاة أمان وسلام نبت قليه على من أحد شهاء هاته لا نبي نبي آن أهين أما آن تشيرين بعده إسقد بدي استفتاح إلي من قفك في عن وقفك وحاء استفتاح إنه الصمية وإسكفي عن تاي وإلا الله نوح وصلى النبي صلى الله وسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو داود صوصاري حسن كأو تلمامي aya wuxuu leeyahay in aan fariisto qolo ilaahay xusaysa oo dhikri allah wada in la fariisto laga bilaabo salaada subax ila inta qorraxdu ka soo baxayso ayaan ka jeclahay afar qof oo adoomaha carabti ismaaciil tarankiisa ahay inaan xoreeyo inaan fariisto oo qolo la fariisto ilaahay xusaysa subhanahu wa ta'ala salaada asar ila inta qorraxdu ka dhacayso ayaan ka jeclahay afar qof oo adoomaha xoreeyo marka dhikriga يحسك على وحاد قال يويان أرنسى لنا ماه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله أذكر سيدة كتبية فقد يدبن آخرين إيه وعبر فلقة إيه وعبر الناسك إنت يدو كتبية أنا مكدو ويدبن آخرين أصبحنا اللوان وابري سني وأصبح الملك لله وأصبح الملك لله وأصبح وحوى هذي ودائمي دائم وحاء دائم الملك ملكي وحو دائم النقضي لله إلهي إلهي با ملكي أعدامي دائم إيهي إساقا ألا ملكي أعدامي سبحانه وتعالى أوتوت إيهي روح على بيه كرا أصبحنا وانو وابري سني الصبح وواغن وابري فهرين بانو كسو بحنو وابري بانو صوغا ليا مالين وأصبح الملك النقو قدهن ملكك إلهي سبحانه وتعالى شوتر وشوتيه دائم كأويهي وعلى سبحانه وتعالى إلى لنت ونا إلى لنا يو نعمتي سونصينا يو أنو قدهن أصبحنا وان وابري سني وأصبح الملك لله وأصبح وحى شوتيه دائم نغري الملك ملكنا لله إلهي وشوتيه دائم نغري هبينك إلهي بإسكله ما لنتنا إلهي بإسكله أدونك إلهي باله آخر إلهي بإسكاله والحمد مهد الله إلهي كيرقي باله لا إله إلا حق لك عابد مجره إلا الله ألم ويانه وحده وحاله كيرقي لا شريك له ألا وحل وذاق مجره وحو قارك أوليه له الملك ملك إلهي بإسكاله وله الحمد مهدنا إساق إسكاله وهو ألا على كل شيء شيء لأرك دمانتي كركي قدير أي قادر واحد أوله ربي أي ربي ربي يو أسألك وحن كويدي سنيا خيرا ما شيء خير كيبا كويدي سنيا في هذا اليوم ما مالك كتيرا إلهم مالك واجس نوبري خير كمالك كتيرا كويدي سنيا وخيرا ما شيء خير كينا وكويدي سنيا بعده مالك كدم بيا وأعوذ بك الله وحن كمك انجليا من شر ما شيء شركي في هذا اليوم مالك كتيرا يا وشر ما شيء شركي بعده مالك كدم بيا ربي يا ربي ربي يو أعوذ بك وحن كامي جنجليا من الكسر وحسبا كامي جنجليا أن لقو ذنك روايه واجبات كياد سارتي يومي جاها وحسي أن لقو ذنك روايه واجب كيجي يومي جاها وإسارنا إله وحسي أن لقو ذنك روايه أي عجسبا كامي جنجليا وسوء الكبري دعوين آدحن أيان إله كامغان جليا بمعنى سؤال الكبر وحلو جيرا بعد آد كأوين وغفك أساسقا علمي سؤتغيو سأل الله أويري سبحانه وتعالى لكي لا يعلم بعد علمي شيئا ربي يا ربي ربي يو أعوذ بك وحن كامغان جليا من عذاب 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 كاسو في النار النار قده رهاري يو عذاب 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 كاسو في القبر حبال قده رهاري إله النار قده دين ليقو عذابه يا قبر قديم لا يعذابه قال له وكامل المسلم بعد كورني وإذا أمسى قرط وقال بيستنا قال وحورا أمسينا وأمس الملك لله أمسينا وانو قال بيستني وأمس الملك ملكي جنا وحا وقال بيستي لله الله يصبه أسغا أيها ملكي جنا تلبتي لقاري
فيه رسالة كلا والمي كرايو وانا وابريسني وحانا كوا بريسني ملكونا الله سواسكلا سبحانه وتعالى اما ملكي سواء شوكتا الله وولي ايهاي ايه انقلبتي قادني واذا امسى مركو قلب الشقالة وحوورا حبي يا ربي ربي يو اسألك وحان كويديسا خيرا ما شيء خيرك في هذه الليلة هذين كان كتيرا يو خيرا ما شيء خيرك بعدها هذين كان كدن بيا وأعوذ بك الله وحن كامل جنجليا من شر ما شيء شركي في هذه الليلة هبين كان كتيرا إيه وشر ما بعدها شرك هبين كان كدم بيا أيان إلهه كامل جنجليا أي قفت مرة كدعى سني قرنية وعن سيدا مسوق صلوات الله وسلام عليه وألقى ويدي سنيا إن إله وكإلى ليه لباتوين كأدونك جله ريا جلن دمبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ألو بك أصبحنا بك أصبحنا أي بنعمتك نعمة هذا يلا بنانتي مرواقة يانو نسيسي أيانو أصبحنا كوا بريسني أما وحر بيك رأى اللهم ألو بك أي بحفظك إلى رضا هذا أدنى إلى لنيسو أيانو أصبحنا كوا بريسني وبك ألو نعمة هذا أيام أمسيناك قلبا سني أما إلى لذا أدنى إلى لنيسو أيامك قلبا سني وبك نحيا الله وذانك قلنا هاي هدا هذا أدبو هدا الإدماء نلوش هذا النصين ما النوراني وي الله سبحانه وتعالى أما وبك نحيا أذان الله كم ذنقلنا إنت نلوش هاي وبك نموت أذيب أن الله مركنا لمننا نديل يو صوب كانوا دمانا إنه يجريد إن أحد كثينا يو أريده وإليك حقا ذي الله وهاتي النشور إسا سوصاردا حوالها الله إسا سوصارنا حقا ذي أهاتي حديثك وحاول الترمذي وأنا حديث صحيح وإذا أمسى مركو قلب استقال وثورا اللهم ألو بك أمسينا نعمة ذا أنكو قلب يسني أما حفظ قاغا وبك أصبحنا نعمة ذا إيا حفظ قاغا أنكو بريسني وبك نحيا الله أذان وبك نحيا محالا نهي هو أذى الله كون نرى بمعنى أذق أذن إلى علينا يسوع النجا نرش أذن قول إلى علينا يسوع وبك نموت أذى الإدم يقوح أن أذى الله أذى يسوع لمن يا أصابك لكل من يا أكين يا أن جريدة كذا ورسو وإليك المصير آيها ضمبي النقشدنا حقا إله أهاتي اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقت إلا أنت خلقتني حديث كما كأغرر ورني هراء حديث كان دمان شداد بن الأوس ابن أوس رضي الله عنه أيا ورين أيا وصوك حليه اللهم ألو أنت أدو ربي ربي غيباتهي لا إله إلا حق لو عابد مجر إلا أنت أدو مويانه خلقتني الله وادي أبوكي وأنا أنيقنا عبدك أدوك أبيبانهي وأنا أنيقنا على أهدك بلن كاذبا إله يكتابنهي عادي ولب اللنطي سبحانه وتعالى ألست بربكم قالوا بلى على وكيل سبحانه وتعالى وأنا أني ووعدك يا يبوه هذه الله عادي يبوه يبوه غي أيان الله يكتابنهي ما استضعت انتي أنكره أعوذ بك الله وحن كامقن قليا من شر ما شيء شركي صنعت أن سميي إله وحن سميها إيقوا أبو الله وانقريا لك أذيك بنعمتك نعمة ذا كوكريا علي دشي ذا أذيك النعمة معنى أقر لك وي وحن كوكريا نعمة ذا نعمة سي وأبو الله وحن قريا بدنبي دنبي إيجا عن جيستين وانقريا فاغفر لي الله إيداف ذنوتي وحي غدعي فإنه أرنك وحوي لا يغفر مدعف ومسامحه الذنوب دنبي إلا أنت أذيك مويان عدك له او ذنوب تسامح ذا ما اي شرطه حديثك اخر كي سوحا كيمي رسولك انه يلي عليه الصلاة والسلام قفك كلمة ذا هاي الى هذا اساغو يقين سن قلبتي مركو قالو فبيتنها بين كاقير يودا اله جندي بقل يا سبحانه وتعالى وكذلك صبحين هدو يرادو امام البخاري ايا حديثك صوصاري من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه وارضاه اللهم ألو اني اصبحت اشهدك اللهم ألو إني أنا وأصبحت وان وبريستي وساك وادا إبري أشهدك الله وان كمر خاتي قرينا يا يو وحان كوقر يا وحان وح الله وحي الله إله نمو إيو هذا الله إدما إيو صفات ونبان كوقر يا
ما الله أرنت إن ساقي وبريستي أو نعمة يا خير واجو يجبري واقوم مرجلين يا وأشهد وحن مرجلين يا حملة عرشك عرشك هذا كوا السيرة أحم بارسنا ملائكة أهنا إله يوكوا وان مرجلين وان مرخاتي جلين يا عرشك إله سبحانه وتعالى وحو شيء إن السديد قاضي دونان ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية أسمك الله شيء غيره مسديد مسديد صف وملائك أحباء مسديد ملقبا مسديد تكون أو ملقبا والعلم عند الله إلهي باقرنا سبحانه وتعالى مسديد كنبا مسديد ملقبا مسديد صف وملائك با يومئذ ثمانية بألي سبحانه وتعالى إلهي باقرنا أسمك الله وجميع خلقك يا خلقي قاعد أؤمن أنك أديق الله أنت أديق الله الله اللأي تهي بمعنى المعبود باتهوي لا إله إلا متشرو حق لقعاب إلا أنت أديق مويان وحدك حالة كلقاتها لا شريك لك أحد كلو ذا الله متشرو وحق أديق قارو لذهي وأن محمدا وأشهد وحنقريا أن أشهد وحنقريا أن محمد نبي محمد عبدك أدونك أدئنه يهي ورسولك رسولك هذا إنو يهي أيان قريا أربع مرات أفر شربا قفكاسي كلمة ذها أورانيا بل رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان البخاري إيه هذا الوفد كوكورين إيه ترمدي إيه النسائي إيه ابن السني رقا صدا أيه إيه إيه إكفتو شيخ الألباني وسأل كلمة طيب وضعفي كشي حديثك وضعفي كتشرو رغم كيسو شاني يلا باعتن وياهي وضعفي با كتشر يسوي أوليها هبنا qofki yiraahdo bu nabigu yiraa afar jeer subaxii iyo galabti qofka yiraahda marka uu galabaysto marka waagu u bariyo ilaahay naartu ka xorayaa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahad min khalqi allahumma allahu hadith kaan ibn malik wa warne hore kan hadana waxa warinaya abdullah ibn ghannam radiyallahu anhu allahumma allahu ma asbaha ma wahi asbaha wa bari sabi aniga وحي الله واجو يجبري أو من نعمة النعمة أو مس بأحد قفك له واجو يجبري قفك أصلا من خلقك خلق هذا كم إذا أو النعمة فمنك أذى حق هذا كأهاتي وحدك كليا إله ساك واجو يجبري وح النعمة عن وان هيسكه واجو ساك يجبري أو الدون بد يدنيا وح ساك هيسكه واجو يجبري يعيدك لو خلق هذا كم إذا بدي الدنيا وحي هيستان واب وقبلي فمنك وحدك حق هذا كلي كتن حديث كان وفلم عنيه عيد قرآن كورانيسا وما بكم من نعمة فمن الله وحاده ستان النعمة حق ايد كيمادين الهي بيد كيمادين سبحانه وتعالى ما عيد دونا النعمة هالنقطة اما هالنقطة النعمة ظاهرة موقنيسا اما هالنقطة النعمة خفي او قرصان اما هالنقطة النعمة شلك بني آدم كنت على اللغة أما هالنقطة نعمة بني آدم كدفتي سكت على اللغة كله هالنقطة وحول البون نعمة إلهي سبحانه وتعالى بإسكال لا شريك لك ألا وحك لو ذا متشرو فلك الحمد مهد أردن أديك إسكال ولك شكر مهد أردن شكر نقردن ألا وأديك إسكال حديثك يحورنا يا إمام أبو داود رحمة الله عليه يا النسائي أي أولنا يا حديثك درجة سنة وحسن ويان وإذا أمسى مركه قلب استنا قال وحورنا يا اللهم أمسى بي اللهم أمسى بي من نعمة إلهي وحى أن أنيق وحيستا كقلب استاء النعمة ساس ورنا يا حديثك آخر كيس وحى كيالي قفك الدعاء آخر يا وحى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى شكر يومه ما لنتا واجد أبريي شكر يدي واجد تي قفك قلبتي أخريانا فقد أدى شكر ليلته إلا تهبين كيسا شكرات شكري الله ربانا وقتيب النبي قولي صلوات الله السلام عليه وشكر ذا إلهي سبحانه وتعالى لقو شكرينا فوائد بنبو ليه فوائد كأوار روحا كمدا نعمة ذا ستيبا إلهي كوكرنين إياه إكادمي مايو لإن شكرتم لأزيدنكم واشكروا لي ولا تكفرون وحاك لو كمدا الله سبحانه وتعالى إنو خالكا نقنايو والله يقول وإن تشكروا يرضه لكم هذا إلهي الشكر سان إلهي ويدين كرها لنا قريا سبحانه وتعالى ما شكر النعم أي الله رواقف إلهي سبحانه وتعالى شكر النقه مركزة إلهي قوت ومن تابنا إياه